السنة اللي طافت يعني حددت زواجي فترة كانت مقاربة الحج والغيت الفكرة، يعني قلت ان شاء الله اجلناها السنة اللي بعدها. كنت منتظر اول شيء تنطرح الآلية، كانت واضحة جدا وسهلة، حتى انا استغربت يعني هل بهالسهولة، يعني بس مجرد تقدم تحط رقم هويتك وكذا وتفصح بس عن حالتك الصحية فقط وتتعهد ان تكون اول حجه بالنسبه لك بحكم ان العدد محدود. طلعت النتائج اللهم لك الحمد، يعني تفاجات، يعني يمكن ما في احد كان متوقع من بين ملايين المسلمين الله يكرمنا ويختارونا، شيء شعور لا يوصف طبعا، وخصوصا انها اول حجه لي. السنين الاخيره خصوصا جميع اللي حجوا كلهم كانوا يثنون، المواضيع كانت سلسه رغم ان الاعداد كانت كبيره، فما بالك الحين الاعداد محدوده وكذا، فاكيد راح يكون شيء يعني مكتمل الى ابعد الحدود.